أحسن الله إليكم. آخر اتصال في هذه الحلقة حمدان من الطائف. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. عندي عمتي متوفي زوجها. نعم. هي كبيرة 85 سنة في العمر. نعم. وهل عدتها 3 أشهر أو 4 أشهر؟ طيب طيب. الشيخ عبد الصالح بارك الله فيكم يقول السائل حمدان من الطائف أن عمته متوفى زوجها وعمره 85 سنة أو عمرها هي، هل عدتها 3 أشهر أو 4 أشهر؟ يسأل عن يعني كبيرة في السن. نعم، وله كبيرة في السن، الزوجة المتوفى عنها تعتد 4 أشهر و10 أيام لقوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولم يفرق بين الكبيرة والصغيرة. نعم.